اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شرف كبير أن تكون مشمولاً بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. معظم الناس في الرخاء يشكرون الله، لكن الشدة تفرزهم إلى مؤمن وإلى ضعيف الإيمان، والأحداث الأخيرة كأنها فرزت بعض الناس، هؤلاء الذين يعبدون الله على حق. مرة سمعت تصريحاً لمستشارة في دولة كبرى تقول: من يلزمنا أن نفي بعهودنا ومواثيقنا؟ أنت حينما تشعر بقوتك وتلغي عهودك ومواثيقك أنت لا تنتمي إلى بني البشر. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف أن الله أمرك أن تصلي والصلاة فرض، كذلك الأمر بالتعاون فرض، أمر يقتضي الوجوب. يسألونك ماذا أحل لهم، أنت إذا سألت استعرت عقول الرجال. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. إنسان لم يكن قواما لله كان مقصرا وكان منحرفا، بل كان مسيئا، بل كان ظالما. ما الذي يضمن أن يصحح الخطأ؟ ما الذي يضمن أن يزول الظلم؟ أن تكون شاهدا بالعدل. ينبغي ألا تأخذك بالله لومة لائم، ينبغي أن تقول الحق ولو كان مرا، ينبغي أن تنطق بالحق ولو كان على أقرب الناس إليك، لأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما معنى كلمة الولي؟ الذي يتولاك، الذي يربيك، الذي يمدك، الذي يعالجك، الذي يحبك، الذي يرحمك. في الإسلام شيء دقيق جدا هو الولاء والبراء. لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا اتضح عنده الولاء والبراء، أن يوالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا، وأن يتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء. ما لم يكن عندك ولاء للمؤمنين وبراء من غيرهم فلست مؤمنا. الله عز وجل يقول: إنما أداة حصر وقصر. يعني لو أن الله عز وجل قال الله وليكم، هذا لا يمنع أن يكون لكم ولي آخر. أما حينما يقول الله عز وجل إنما وليكم الله، لا يمكن ولا يقبل ولا يعقل أن تتخذ وليا غير الله عز وجل وغير رسوله وغير المؤمنين. يعني محرم عليك أشد التحريم أن توالي أعداء الله، أن تميل نحوهم، أن تسترشد بهم، أن تهتدي بمناهجهم، أن تقلدهم، تقف معهم، تتبع توجيهاتهم، هذا محرم عليك أشد التحريم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.